سائل يقول: أنوي إن شاء الله تعالى أن أحج لوالدي المتوفى هذا العام، فما هي كيفية الحج بنية الغير، وما هو المطلوب مني في ذلك؟ الحج عن الغير كالحج عن النفس تماما، يعني يجب فيه ما يجب ويسن ما يسن ويحرم ما يحرم، ولكنك عند الإحرام تقول لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن أخي، مع النية التي في قلبك أن هذا النسك لأبيك أو أمك أو ما أشبه ذلك.